سابعا، ان في ود المؤمن المتكامل ان يتوجه بقلبه الى الله تعالى، وان يكثر ذكره وتتزايد عنده عبادته، وهذا ما لا تتوفر فرصته حين يكون الفرد في معمعة المجتمع وفي الاتصال الكثير في الناس، وانما تحصل فرصة ذلك لدى الوحدة والابتعاد عن الناس. زين، وكيف تحصل الوحدة وقد اوجب الله تعالى على المؤمن الامر بالمعروف وتبليغ الاحكام وهداية الناس؟ إذن فالوحدة في مثل ذلك والابتعاد بهذا المعنى حرام، واسقاط للطاعة الالهية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الاخرين. واما اذا كان الانسان في السجن فسيكون فارغ الذمة من جانب الامر بالمعروف والتبليغ، وسيكون مبتعدا عن المجتمع قهرا. اذن فالمؤمن يرى السجن من هذه الناحية نعمة ورحمة عليه، لكي يتفرغ فيه لذكر الله وطاعته وعبادته، كما سمعنا من الإمام الكاظم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.